بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكل الرياضيين في ليبيا، وأنا بتواصل معهم بخصوص مباراتي مصر وليبيا القادمتين في تصفيات كأس العالم. الحقيقة مباريات مصر وليبيا دايما مباريات تنافسية، أنا حضرتها من زمان جدا، سنة 1961 في المغرب لعبنا مباراة مع ليبيا ضمن البطولة العربية، وكانت النتيجة 2-1، وكانت نتيجة قريبة جدا، يعني مصر فازت 2-1. بالمناسبة أنا سجلت هدف في هذه المباراة. وبعد كده سنة 65 في البطولة العربية اللي أقيمت في مصر، أعتقد النتيجة 3-3. ثم بعد ذلك حتى في مباراة أخرى سنة 66 كانت في تصفيات أفريقيا على ما أظن، النتيجة كانت 3-2 لمصر، وكان ليبيا متقدمة بهدفين في بداية المباراة. يعني عايز أقول إن المباريات دايما مباريات متنافسية، والنتائج قريبة من بعض بدرجة كبيرة جدا، مفيش تفاوتات كبيرة، ودي برضو بتشهد للعيب الليبي إن هو متطور في الفترة الأخيرة، تطور بشكل كبير جدا، وكثرة المباريات اللي بيلعبها واحتكاك الفرق الليبية بفرق أجنبية وفرق عربية وإفريقية رفعت مستوى الفريق. وطبعا حتى يعني تصفيات كأس العالم الحالية، الفريق الليبي قبل بلاء حسن فاز في المباراتين اللي لعبهم، سواء فاز على الجابون في ليبيا ثم فاز على أنجولا في أنجولا، ودي طبعا نتيجتين كبار جدا بتبين قد إيه التطور الكبير والمنافسة الشرسة، خاصة هتبقى مع مصر هذه المنافسة، لأن مصر في المركز الثاني الآن. أنا بقول المقدمة دي لأن في مباراتين قادمتين في الشهر القادم بين مصر وليبيا، المباراة الأولى في القاهرة، المباراة الثانية في ليبيا، وأعتقد على نتيجة المباراتين دي هيتحدد من يعني هيكون على رأس هذه المجموعة. أنا شايف إن المباراتين هيبقوا صعبين جدا، مصر لأنها في المركز الثاني فارق نقطتين عن ليبيا، محتاجة لابد أن تفوز على الأقل في مباراة وتتعادل في مباراة تانية يبقى تتقدم ليبيا. لو قدرت إنها يعني تفوز أو تتعادل في المباراتين هتبقى هي برضو في المقدمة، لأن هي بفارق نقطتين، ومن هنا هتكون المنافسة منافسة شرسة جدا، ومباريات هتبقى مباريات صعبة جدا، لكن في النهاية يعني برضو تتهيأ له الفرصة بالفوز، فعلى الأقل هيكون قبل بلاء حسن. وعلى العموم في لسه مباراتين أخرتين غير المباراتين اللي هم هيتلعبوا من مصر وليبيا، لسه مصر هتلعب الجابون في مصر، وهتلعب أنجولا بره، وليبيا نفس الشيء. فأنا أعتقد إن المباراتين هيبقى هيعول عليهم بشكل كبير، مصر وليبيا وليبيا ومصر في القاهرة وفي ليبيا، أعتقد هتبقى تنافسية كبيرة جدا. وأنا يعني دايما بيحدونا الروح الرياضية الكبيرة اللي بتربط بين الشعبين وبين الفريقين، ودايما مصر امتداد لليبيا وليبيا امتداد لمصر، فأرجو إن تخرج المباراتين بشكل كويس جدا ويفوز من يستحق يعني فيها. لكن من هنا أنا بس بحب أشيد بمستوى الفريق الليبي وتقدمه بشكل كبير، اللاعب الليبي على وجه الخصوص عنده مواصفات قوية جدا، مواصفات معنوية وإرادية وتشبث بالأداء والاحتكاك القوي بكل ما أوتي والشراسة في الأداء. ويمكن من ناحية النواحي الفنية تقدم اللاعب الليبي تقدم كبير جدا، والفريق الليبي على وجه الخصوص. ويمكن على مستوى الأندية، أنا أذكر مرة النادي الأهلي لعب مع الاتحاد الليبي، يمكن النادي الأهلي خسر في ليبيا 2-0. يعني دايما بيحدونا الروح الرياضية الكبيرة اللي بتربط بين الشعبين وبين الفريقين، ودايما مصر امتداد لليبيا وليبيا امتداد لمصر، فأرجو إن تخرج المباراتين بشكل كويس جدا ويفوز من يستحق يعني فيها. لكن من هنا أنا بس بحب أشيد بمستوى الفريق الليبي وتقدمه بشكل كبير، اللاعب الليبي على وجه الخصوص عنده مواصفات قوية جدا، مواصفات معنوية وإرادية وتشبث بالأداء والاحتكاك القوي بكل ما أوتي والشراسة في الأداء.
ويمكن من ناحية النواحي الفنية تقدم اللاعب الليبي تقدم كبير جدا، والفريق الليبي على وجه الخصوص. ويمكن على مستوى الأندية، أنا أذكر مرة النادي الأهلي لعب مع الاتحاد الليبي، يمكن النادي الأهلي خسر في ليبيا 2-0 وفاز في القاهرة 3-2، وبرضه كانت مباراة تنافسية كبيرة جدا. أنا بس بهيب بالناس إنها تاخد المباراتين على إنهم مباراتين رياضيتين، والناس تلعب بروح رياضية عالية، والأخوة اللي موجودة بين الفريقين، ويفوز اللي يعني مكتوب له إن هو يفوز في النهاية بنبارك له، واللي يعني مش هيتهيأله الفوز فيبقى له الفرص في مباريات قادمة بإذن الله تعالى. وتحياتي للشعب الليبي ولجمهور كرة القدم في ليبيا واللاعبين والإداريين وكل من ينتمي إلى كرة القدم في ليبيا. مع السلامة.